السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منال ترداد، واليوم رح نحكي عن 10 أنواع أكل ممكن نطعميها لقطتنا من الأشياء اللي إحنا بناكلها أشياء من البيت. لذلك إذا أنتم الناس اللي بتنسى تشتري أحياناً، يعني بتنسى تشتري أكل لقطتها، فهذا الفيديو لإلكم. الناس اللي ممكن حياتها شوي مخربشة لذلك بنسوا كثير أشياء ومنها أكل القطة، تابعوا هاي الحلقة لحتى تعرفوا شو الأشياء اللي أمان نطعميها لقطتنا من البيت. في كتير أشياء بالبيت ممكن طعميها للقطة تكون سامة، ولكن في كمان كتير أشياء ممكن طعميها للقطة وتكون أمان وما في مشاكل من استخدامها. من الأشياء اللي ممكن نستخدمها مع القطة في البيت وشغلة بديهية جدا وسهل جدا نعملها هي اللحمة، سواء دجاج، لحمة سمك، عجل، أيا كان، لحمة خروف، طالما إحنا رح نسلقها ما في مانع أن نطعميها للقطة. عادي ممكن نجيب أي لحمة. هلا رح تحكوا لي الدكتور يعني جاب إشي جديد، ما هذا إشي معروف. في كثير ناس ودولي على انستغرام بعثولي على التعليقات في اليوتيوب انه لا عادي احنا ممكن نطعم اللحمة نية. لا، مش ممكن تطعموا اللحمة نية، لانه انت مش ضامن اذا هاي اللحمة عليها بكتيريا ولا لا، والا ليش انتوا تطبخوها للحمة؟ طبعا في ناس اجتني بهجة غريبة جدا انه البراد بقتل البكتيريا، فشو المانع؟ ليش انت ممنوع تاكل لحمة نية طالما البراد بقتل البكتيريا؟ ولا معدة القطة بتقتل البكتيريا أما معدتك لا؟ غريب، شو المنطقة اللي بتفكروا فيها يا جماعة؟ طبخ اللحمة شيء أساسي، رح تخسر شوي من العناصر الغذائية، معناش مشكلة، ولكن مش صح إنه نخاطر بصحة القطة ونطعميها لحمة نية بحجة إنه البراد بقتل البكتيريا. البراد ما بقتل البكتيريا، البراد ببطئ نموها، ببطئ تكاثرها، لذلك بأخر إنه تخرب هاي اللحمة مش بيعقمها، تمام؟ حتى لو غسلتوها بكلور مش راح تقتل البكتيريا. رجاء ما حدا يجتهد بالأمور هاي، ما حدا يخاطر. إذا أنتوا حابين طعموها لحمة نية أنتوا حرين، بس ما تنشروا وتعمموا هاي المعلومة إنه هاي معلومة صحيحة وإنه عادي نطعم القطة لحمة نية أو بيض نية. شغلة غريبة جدا، عادي طعموها لحمة بس طبخوها شوي، على الأقل خليها تشم النار شوي، يعني أساس نوعا ما نعقمها. طيب الشغلة الثانية شو ممكن نطعمي؟ ممكن نطعمي البيض المسلوق. البيض المسلوق أكلة عادية ممكن نطعميها القطط، موجودة بكل بيض، ما في أي مشكلة إنه نطعميها القطط، ما حتى بصفارها فيش مشكلة. بس المشكلة إنه نطعمي القطط من هاي النوعية من الأكل بشكل دائم ونعتمد عليها كوجبة أساسية، إشي مش متوازن، يعني مش وجبة غذائية متوازنة إنه نعتمدها للقطة. ثانيا فيها كوليسترول كثير عالي، يعني الإنسان العادي معاه حد لحد بيضتين او ثلاث في اليوم ياكلهم. هلا راح تحكوا لي الرياضيين واللي بيلعبوا رياضه على شيء ثاني. بشكل عام معلومه اخذتها من اخصائيين تغذيه انه الحد الاعلى للانسان انه بيضتين او ثلاث في اليوم، هذا الشيء المتوسط العادي. اكثر من هيك بنكون احنا بنضيف مواد زياده على جسمنا، فجسمنا راح يستهلك كثير مجهود لحتى يستفيد منها او يتخلص من الزوائد هاي. طيب شو في اشياء ممكن نطعميها القطط؟ كمان ممكن نستخدم الشوفان. الشوفان زي ما هو صحي للإنسان صحي للقطط، ممكن نستخدم الشوفان طبعا مش كوجبة أساسية، ما فيش قطة راح تحب الشوفان لحاله. ممكن نضيف عليه شوية مرق دجاج، ممكن نطحنه ونضيفه مع شوية البيض أو اللحمة، فالقطة مش راح تنتبه كثير لطعمة الشوفان. وهم زينا بحبوا يكون مثلا مطحون مضاف لأشياء، زي ما احنا منحبش الشوفان ني زي ما هو، وهم كمان راح يحبوه مع أشياء ثانية، مخلوط مع أشياء ثانية، فعادي نطعمي القطة شوفان. شوفي أشياء زاكية كمان ممكن نطعميها القطة. الموز، الموز من الأشياء اللي ممكن نستخدمها للقطة تأكل منها، بس زي ما حكينا كل الأشياء اللي حكيتها بهذا الفيديو وراح أحكيها كمان لقدام، دايما هاي الشغلات لازم تكون بكميات معقولة، يعني مش نشبع القطة منها نخليها تمتلي منها، ومش شغلة نستخدمها كل يوم. احنا بنحكي عن حالة انه فيش عنا اكل وبدنا نطعميها، يعني فيش عنا اكل قطط وبدنا نطعميها، ممكن نستخدم هاي البدائل، تمام؟ بس مش اشي اساسي، يعني مش اشي تعيش عليه القطة حياتها. من الفواكه اللي ممكن نستخدمها كمان مع القطط هو الشمام. ممكن نستخدم البطيخ كمان، هاي اشياء معقولة طبعا بدون قشر اكيد. هاي الاشياء ممكن تاكل القطة بدون مشاكل. القرع، البامكن ممكن نستخدمها، الأشياء اللي نشوفها بتكون مشهيري عادة، هذا ممكن يأكلوا القطط فيش عندهم أي مشكلة، وبالذات هاي الأشياء مفيدة للقطط وين لما يكون عندها مشكلة هضمية، يعني بدها إشي يساعدها على تنظيم حركة الأمعاء عندها،
طبعا هذا ايش راح يكون مشخصه الدكتور سابقا، يعني راح تكونوا مناقشين مع الدكتور من قبل انه مثلا بيجيها حاله اسهال متكرره، امساك متكرر، فهي الاشياء بدها شيء ينظم الهضم. البامبكن القرع زين بعرف حسب شو تسموه بلاتكم، هو شغله فيها كميه سعرات حراريه قليله وفيها فايبر عالي، هذا الشيء راح يساعد على تنظيم الهضم عند القطة. طيب شو في أشياء كمان ممكن نستخدمها؟ ممكن نستخدم الرز، الرز المسلوق كمان شغلة ممكن نطعميها قطتنا، بالذات إذا كنا شايلين منه البهارات والملح، يعني بدون بهار وملح نقدر نطبخ رز نضيف عليه شوية مرق دجاج أو شوية قطع لحمة، هذا الشيء راح ترغب القطة أنها تأكله وراح يساعد كثير في حالات الإسهال، يعني في حال كانت القطة عندها مشكلة في ارتخاء البراز إنها كانت بتخرج بطريقة غريبة هذا الشيء راح يساعدها. بس زي ما حكينا بكل قطعة صعب نعتمد عليه كوجبة أساسية لأنه مش غذاء متوازن للقطة. من الأشياء اللي راح تساعد كمان في الإسهال هو الجزر المسلوق والمهروس، طعمه بيرغبوا القطط ولكن في قطط كثير مش رح ترغبه، يعني نفس الوقت يعني في قطط كيف عليه بتحب طعمه كثير وفي قطط نهائيا مستحيل ترغب انها تاكله. كذلك البطاطا، البطاطا المسلوقه والمهروسه ما في مشكله نطعم القطه منها. من الاشياء كمان ممكن نطعمها القطط هو السبانخ، السبانخ ماده فيها فايبر راح تفيدها وفيها حديد كمان، فهي شغله كمان راح تفيد القطه. وجميع الاصناف اللي ذكرتها ممكن نخلطها مع بعض ونطبخها مع بعض راح تكون وجبه مميزه للقطه، وممكن ها نوعا ما نطعم منها القطه بشكل متكرر، يعني اذا خلطنا هاي المكونات مع بعض راح تستفيد من القطه، خصوصا اذا ضفنا عليها زيت السمك، زيت السمك كمان شغله مفيده للقطط، راح تقوي شعرهم، راح تعطيهم لمعان اكثر لشعرهم، فهي الاشياء ممكن نخلطها مع بعض نعمل منها طبخات للقطه. وفرصة كمان نعرف مثلا أطفالنا على المطبخ، كيف يستخدموا أدوات المطبخ عن طريق أنه نخليهم يجهزوا أكل القطة، بهالحالة كمان نعلمهم مسؤولية. يعني هيك أعطيناكم كثير أصناف ممكن تستخدموها من البيت، بتمنى أنه قطتكم ما تنقطع عن الأكل كثير وما تنسوا تشتروا لهم أكل خصوصي دائما. وبتمنى كمان إذا كنتوا لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا وحطوا لايك. هذا كان كل شيء في حلقة اليوم، إن شاء الله نشوفكم بالحلقة الجاية قريبا. السلام عليكم.